اهلا بحضراتكم من جديد. زي قبل الفاصل ما اتكلمنا مع كابتن ناصر عباس عن التحكيم، وكان فيه خطا يعني كارثي من حكم المباراه البنا والحنفي على الفار، برضه بنوجه اللوم لنفسنا النهارده. اداء لعيبه النادي الاهلي ما كانش على المستوى النهارده، كان ممكن يكون في اداء افضل من كده، كان ممكن واحنا متقدمين نقدر نحافظ على النتيجه. كابتن شريف، يعني كولر في المؤتمر الصحفي وجه اللوم لنفسه، قال اتحمل المسؤوليه، اداء لعيبه النهارده ما كانش على المستوى، ومباراه يعني في الدوري وانتهت. يعني عادي جدا يا كابتن اسامة، عادي جدا انك تلعب مباراه زي دي يخش فيك اهداف. اللي مش عادي اللي احنا بقالنا نص ساعه بنتكلم فيه ده، ان هو انت يجي لك ضربه جزاء صريحه بهذا الشكل وما تاخدهاش، تغير مجرى الثلاث نقاط كلهم، انك تلعب بواحد مش في مكانه، او تلعب بواحد قدام ما عندوش اي تاثير هجومي مثلا ولا حاجه، ده مش اللي يخسرك المباراه فقط يعني. ولكن اشياء كتيره بتبقى موجوده في المباراه اثناء سير المباراه. احنا في اول شوط كنا بنتكلم على اثناء سير المباراه، المباراه مفتوحه جامد جدا، نص الملعب ما فيش ريمارك على حد، ما حدش بيمسك حد، وكل الناس اذا كان من الفرقه دي او الفرقه دي كان بيستلم سهل جدا، وكان بيحول الكره وبيعمل خطوره اذا كان على المرمى ده او على المرمى ده. فالخطوط الفنيه اللي بيتكلم عليها مستر كولر كانت هنا، التدخل لازم يبقى في اسلوب التمركز، في اسلوب اللعب. ولكن انا كنت شايف ان في حريه لعمر كمال عبد الواحد، حريه للربيع انه يتحرك، ما كانش في ثوابت، ما كانش في ناس في المكان نفسه، ما كانش في ناس قاعده في المكان، كان ممكن اي كاونتر اتاك بكده ابص الاقي في واحد ناحيه الشمال او واحد ناحيه اليمين، والتاني لسه راجع من هجمه كان بيكمل فيها مع الفريق بتاعه او مع نص ملعبه. فالتعليمات اللي كانت موجوده ما كانتش بالشكل، واحنا كسبانين او احنا متعادلين او احنا كسبانين تاني كويس، في الشكل اللي انت كنت بتتكلم فيه، التصور ان احنا ممكن يبقى عندنا اعمده رئيسيه واقفه بتساعد انطلاقات علي معلول. يعني التغييرات برضو بتتاخر، يعني اكرم توفيق كنا كلنا قاعدين بنقول يودي عمر كمال عبد الواحد ناحيه اليمين وينزل محمد هاني يخليه هو في المساك في الناحيه الثانيه، ومش ممكن الناس اللي قاعده كلها مش شايفه الشكل ده او سايبين الحكايه على هذا الوضع. يعني اكيد في، يعني بتطلع اكرم بهاني ناحيه اليمين، طلعت مروان عطيه وبتنزل كهربا في الاخر ماشي للزياده الهجوميه عشان الظروف اللي انت كنت فيها متعادل 3-3. سيناريو ككل على بعض كده تحس ان ده كانت مباراه اعتزال، الناس سايبه اماكنها بتلعب مش فارقه معاها، يتعادلوا يكسبوا، النتيجه هتطلع مع صفاره الحكم، ناهين عن اخطاء التحكيميه، ناهين عن اي حاجه، ولكن المباراه كانت مباراه مفتوحه جدا. لم يتصور لاعبي النادي الاهلي انهم بعد ما خدوا الكاس وبعد ما عملوا مباراه كبيره بهذا الشكل انهم هيجوا يتعرضوا لهذا الموقف، لكننا احنا حذرنا من هذا الفريق، حذرنا من الثلاثي محمد جلال وهلال وكريم بامبو ويا انور كويس، حذرنا من الناس دي كويس قوي. هم فتحوا لك السكه الشكل بتاع الدفاعات بتاعتهم انها مفتوحه وفي سبيس بين نص ملعبهم ودفاع، ولكن هم كانوا عندهم ما لم يبقوا عليه. يعني فرقه ما بتبكيش على حاجه، وضعها في الدوري بيسمح لها انها تلعب حر، تلعب مفتوح، تعمل اللي هي على نفسها فيه، تحلم وتحقق لها الحلم عن طريق الاداء اللي عملوه الجيد الحقيقه في الهجوم في الكاونتر اتاك، وعن طريق التحكيم كمان اللي وقف معاهم في كذا حاجه، مش في الضربه دي الجزاء دي بس، ده في حاجات كتير حصلت في الملعب، ضربات جزاء تانية، ده شد فانيلات ولا كانه شايف حاجه، ده لازم الحكم ده يتحقق معاه تحقيق على كل المباراه، مش على الكره دي فقط بس، ده في حاجات كتير قوي. العب اعمل، بيتعامل معاك على انت النادي الاهلي، اكسب بقى وخلصني، عارف اللغه دي، انت الاهلي خلصنا، اكسب وما تحرجنيش، خليني مش عارف ايه. لا، ربنا ساعات بيعمل حاجات عشان يبين الناس دي بتتصرف ازاي. انت لما تيجي تقول لي مباراه القمه اللي هي بتتلعب عايزين فيها حكام اجانب، اكيد لازم تبقى عايز فيها رفع الحرج للجماهير اللي هي بتتفرج، وبعد الاداء اللي ظهر الجماهير دي بتموت، الجماهير دي الانتماءات اليمين والانتماءات الشمال دول، يعني دول ناس بيحبوا فرقهم وبيحبوا انتمائهم وبيحبوا يتفرجوا على العداله. هو الفار ده اسمه ايه؟ هو الفار ده ايه ترجمه بيكمل ايه ترجمه الفار بيكمل دي؟ حكم الساحه
في الالعاب اللي ما بشوفهاش لازم ارجع للفار عشان ده الفيديو اسيست، خدت بالك، للجادج يعني للعداله. الفيديو اسيست اللي هو بيطلع لك العداله بتاعت الكوره، الكوره اللي هي بتبقى في اي هجمه او في اي حد في حاجه. طيب.